من جديد يعود الخلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. هذه المرة تفجر الخلاف قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حذر جالانت في رسالة سرية بعث بها إلى نتنياهو ووزراء في الكابينت من أن تل أبيب تمضي في حربها دون بوصلة وأن التهديدات ضد إسرائيل تتجدد. وأكد جالانت أن أهداف الحرب لا يتم تحديثها، معتبراً أن ذلك يضر بإدارة المعركة وبقرارات الكابينت. رسالة جالانت رد عليها مكتب نتنياهو سريعاً ووصفها بالرسالة المحيرة للغاية، وأشار في بيان إلى أن هناك بوصلة واحدة وهي أهداف الحرب كما حددها الكابينت، مؤكداً أنه يجري تحديثها واختبارها باستمرار وقد تم توسيعها مؤخراً. لم تكن رسالة جالانت هي نقطة الخلاف الوحيدة مع نتنياهو، بل تعمق الخلاف أكثر بعد تصريحات وزير الدفاع خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى في الحرب، حيث طالب جالانت بتسويات وصفها بالمؤلمة من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه ليس بالإمكان تحقيق الأهداف بالعمليات العسكرية وحدها، فالقوة ليست بديلاً عن كل شيء حسب قوله. رئيس الوزراء لم ينتظر وقتاً طويلاً وجاءت كلمته أمام الكنيست وكأنها تحمل الرد على تصريحات جالانت، حيث أكد أن هناك طريقاً وأهدافاً واضحة للحرب وأن استراتيجيته طويلة المدى، وهي تفكيك ما أسماه بمحور الشر وقطع أذرعه في الجنوب والشمال ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مضيفاً أن النصر المطلق هو خطة عمل منظمة وثابتة يجرى تنفيذها خطوة بخطوة. تصريحات جالانت ونتنياهو فجرت خلافاً قديماً يتعلق بتجنيد طائفة الحريديم. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد نقل نتنياهو رسالة إلى شركائه الحريديم في الائتلاف الحكومي بأن إقالة جالانت من منصبه ستكون ممكنة بعد الهجوم في إيران. وفيما يسعى نتنياهو إلى تمرير إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية تحت ضغط شركائه، يرفض جالانت تمرير القانون محذراً من تداعياته على الجيش ووحدة المجتمع.